إخوة الإيمان حراس العقيدة، ما أحوجنا في هذا اليوم إلى أن نراجع الأصل الأصيل، وأن نراجع القاعدة العظيمة التي وضعها الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة وفي يوم النحر. هذه القاعدة العظيمة التي كانت في خطبتي: ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، إما الجاهلية وإما الإسلام، وكل ما عدا الإسلام جاهلية، كل ما عدا الإسلام جاهلية، مهما حاولنا أن نلبس الجاهلية لباس الإسلام، إما إسلام وإما جاهلية. هكذا قسم الله الأمر، هكذا قسم الله الشأن قسمة ثنائية لا ثالث لها. قال ربنا سبحانه وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أفحكم الجاهلية يبغون، إنه إما حكم الله وإما حكم الجاهلية، مهما سميناها بالعادات والثقافات والتقاليد، إن التقاليد التي تكون ضد الإسلام جاهلية، مهما حاولنا أن نسميها بالأسماء البراقة. هذا ما ينبغي أن يكون أصلا في قلوبنا نحن المسلمين. عباد الله أيها المؤمنون، إن هذا اليوم هو يوم التوحيد، هو يوم لا إله إلا الله. خير ما قال النبيون عشية عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا يوم التوحيد نحقق به الإسلام، نحقق به الإسلام في أنساكنا، في عباداتنا، في أحكامنا وشريعتنا. قال الله تعالى عن هذه الملة الإبراهيمية: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وما ملة إبراهيم يا ربنا؟ قال ربنا سبحانه موضحا تلك الملة: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وأسفاه على التوحيد، وأسفاه على توحيد الله، وأسفاه حين تمضي فترى هنالك من قد جعل من الأضرحة والقبور كمثل الكعبة يطوف بها، كمثل المنحر في منى يذهب بالنعم إليها يتقرب إلى أصحابها. والله جل وعلا يقول ولربك، يقول سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر. يصلون لله ثم ينحرون لغير الله، يصلون لله ثم يسألون وينادون غير الله. إخوة الإيمان حراس العقيدة، حيثما اتجهت في بلاد المسلمين وجدت الشرك قد ضرب بأطنابه، هنا وهنالك، هناك أضرحة يقدسها من يقدسها، يذهب إليها ويحج ويقصدها من يقصدها، ثم بعد ذلك يدعون بأنهم على ملة إبراهيم وأنهم على طريقة المصطفى عليه الصلاة والسلام. والله الذي لا إله غيره، والله الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه، ما حلت النكبات على أمتي خير البريات محمد عليه الصلاة والسلام إلا بسبب البعد عن توحيد الله تعالى والقيام بأمره وشرعه عز وجل. انظروا إلى التتر، إلى التتار حين قدموا على أرض الإسلام، كانت تستقبلهم جموع في بغداد ممن ضلوا عن توحيد الله الواحد رب العباد،
وكانوا يقولون للناس لا تخافوا من التتر، لوذوا بقبر أبي عمر، عوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الضرر. هكذا كان يسير الجهلة الضالون من أبناء المسلمين، من أبناء أبي بكر وعمر، من أحفاد خالد بن الوليد وأبي عبيدة والشافعي وأحمد، يمضون فيقولون للتتر، للناس إذا خافوا من التتار قالوا لهم، التفتوا إليهم، لا تخافوا من التتر، لوذوا بقبر أبي عمر، عوذوا بقبر أبي عمر، وهو شيخ من الشيوخ، له ضريح هنالك في بغداد ينجيكم من الضرر. فتقدم التتار وذبحوا الناس هنالك، واقتحموا البيوت، وانتهكوا المحرمات، وسقطت الخلافة العباسية في حاضرتها هنالك بسبب ذلك الغزو التتري، والأمة بعيدة عن دين الله. ونحن في هذا الأوان والزمان نجدد الدعوة الضالة، نجدد الدعوة الضالة أشد ما تكون، وأنكى ما تكون، وأبشع ما تكون. إذا كانوا في الماضي قالوا لوذوا بقبر أبي عمر، عوذوا بقبر أبي عمر، فإننا قد جمعنا مع اللياذة والاستعاذة بقبور الصالحين بدلا من اللياذة والاستعاذة برب العالمين، جمعنا إلى ذلك اللياذة والعياذة بالتتر الجدد، بمن جاءنا غازيا، بمن جاءنا محاربا. يقول قائلهم لا تخافوا، لا تخافوا لوذوا بأمريكا، لا تخافوا عوذوا بأمريكا.